السلام عليكم. تحدثت في الحلقة السابقة عن الحركة الانطباعية وحيثيات نشوءها وسبب تسميتها، وفي هذه الحلقة بإذن الله سأتحدث عن بعض ما قيل في حق هؤلاء الفنانين الشباب من خلال المقالات التي استهزأت بفنهم وأفكارهم. لتكون هذه الحلقة كرسالة لكل فنان أو مبدع بأن الفن والإبداع ليس لهما حدود، افعل ما تشعر به ولا تخاف الخروج عن النص، كن مبتكرا ولا تكن مقلدا. فمثلا لوحة المقصورة لأوغست رينوار طاله بسببها الكثير من السخرية والاستهزاء، فقد قيل يا له من مغفل وإين عثر على هاته الموديلات، وقيل أن رجلا بصق على لوحة بول سيزان والتي عنوانها الصبي ذو الصدرية الحمراء، واليوم يقدر سعر هذه اللوحة بأكثر من 100 مليون دولار. أما لوحة مونيه بولفار دي كابيسين وقف عندها لوي لوروي وميسيو جوزيف فانسان رسام المناظر الطبيعية، وسأل ميسيو جوزيف ما هذا الرذاذ الأسود في عمق الصورة، فجاوبه لوي لوروي بأنهم مشاه، فقال أتمزح معي؟ هذه البقع عملت بنفس الطريقة التي تستخدم في طلاء صوان النافورات برشها بعنف وعجلة. هذا غريب وفظيع، لو رأيت المزيد سأصاب بسكتة دماغية. وهكذا كل جديد هو غريب فظيع، ولكن تحلى بالإيمان بفنك والثقة بذاتك في ظل تعلم الأساسيات والإلمام بالكلاسيكيات، ليس لتقيد ذاتك بل لتفتح لك الآفاق للابتكار والتجديد.